السلام عليكم الشباب. هنتكلم النهاردة على الشابتر الخاص بميكانيكا التربة. طبعا احنا زي ما قلت لكم الهندسة المدنية بالنسبة لقسم الكهرباء هتتقسم لكذا شابتر أو كذا تخصص، فهناخد زي قشور في الهندسة المدنية. طبعا من ضمن القشور اللي احنا خدناها، احنا خدنا قبل كده خلصنا الجزء الخاص بالميزانية والأعمال المساحية، اتكلمنا على الأدوات البسيطة المستخدمة في القياس، خلصنا الجزء الخاص بالمساحة. هنخش دلوقتي في الجزء الخاص بالخرسانات والتربة، فهنتكلم النهاردة على الجزء الخاص بميكانيكا التربة. طيب، عندي لما أجي أعمل حاجة تعرفوها اسمها الإشارات الفنية لإعداد دراسات التربة، أو التقرير اللي هو الخاص بالتربة والأساسات والجسات، بعمل تقرير مسح ابتدائي وتقرير مسح نهائي. تقرير المسح الابتدائي ده بيهدف إلى هذا التقرير لإيجاد ملخص عام عن العوامل الجيوتقنية التي تؤثر على تحديد أو إنشاء أو تقييم فكرة البناء على المخطط، والتعرف على نوعية التربة وتحديد أوجه الخطورة التي قد تصاحب الموقع. جمع المعلومات المتوفرة في الموقع، لازم أعمل سايت انفستيجيشن زي زيارة للموقع أو استكشاف للموقع. يتم جمع ودراسة المعلومات التالية عن الموقع، تعطي هذه المعلومات فكرة عامة عن التكوينات الأرضية وأنواع الصخور الموجودة والتشققات والحركات الأرضية، المخططات والرفع المساحي للموقع، الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية المتوفرة عن المنطقة، الصور الجوية والفضائية للمنطقة اللي هو عن طريق التصوير الجوي، أنظمة البناء المستخدم في المدينة، هل مثلا بيبنوا أبراج، أدوار، 5 أدوار، 6 أدوار، دراسة التربة السابقة وتقارير التربة الزراعية وغيرها من الدراسات المهمة التي أجريت على الموقع، وأي معلومات أخرى لها علاقة بالدراسة. طبعا عندي اختبارات معملية واختبارات موقعية أو عملية بتتم على التربة. من ضمن الاختبارات المعملية اللي بعملها على عينات التربة، تصنيف نوع التربة، لازم أصنف التربة دي هل هي رمل ولا زلط ولا طمي ولا طين ولا سيلت ولا كلي، اللي هي أنواع التربة المختلفة. بحدد نسبة الرطوبة الطبيعية للتربة اللي هو الووتر كونتنت. في حاجة اسمها حدود اتريبرج أو حدود القوام، اللي هي حد السيولة وحد الدونة وحد الانكماش. بحدد الكثافة الجافة للتربة. بحدد التربة الانتفاخية والانهيارية، اللي هي التربة اللي بتنتفش والتربة اللي بتنضغط. وهذه الاختبارات إن كانت بسيطة ويمكن للبلدية القيام بها، فإنها تعطي مساحة كبيرة للمهندس بالإضافة للمعلومات السابقة في تحديد نوع التربة السطحية. طبعا عندي اعمال الحفر واستخراج العينات. طبعا الاختبارات الحقليه اللي بتتم في الموقع عباره عن اختبار الاختراق القياسي، حاجه اسمها اختبار الاختراق الاستاتيكي، حاجه اسمها اختبار مقياس الضغط، اختبار القص الدوراني اللي هو المروحه، اختبار مقاومه القص للتربه، اختبار مقياس التمدد الحراري، تحديد معامل النفاذيه للصخور، اختبار تحديد دليل قوه تماسك الصخور، تحديد الكثافة الجافة للتربة، اختبار القرص المحمل، اختبار الرمل المكافئ، المكافئ الرمل اللي هو سندكون. بصنف التربة وصنف الصخور طبقا لنظام تصنيف التربة الموحد أو نظام أشتو لتصنيف التربة. طيب، الاختبارات المعملية برضو اللي اتكلمنا عليها، اللي هي تحديد نسبة الرطوبة وتحديد حدود الأتريبرج والتدرج الحويبي وكثافة التربة والكثافة النسبية والوزن النوعي واختبار الدمك وتحديد نسبة تحميل كاليفورنيا واختبار القص المباشر واختبار الضغط الغير محدود او غير محاط واختبار الضغط الثلاثي المحاور وتحديد معامل النفاذيه للتربه واختبارات انهياريه او انتفاشيه التربه، ده بالاضافه للاختبارات الكيميائيه. وجميع هذه الاختبارات تعطي معلومات كافيه لتحديد خصائص التربه ومعاملتها والمعاملات الاخرى. طيب، تقرير التربه ده او التوصيات لما اجي اعمل تقرير التربه لازم يشمل قطاعات التربه للجسات المختلفه، تحديد منسوب المياه الجوفية، نوعية التأسيس، الأعماق المختلفة الصالحة للتأسيس اللي هو عمق التأسيس، جهد التربة الآمن المسموح به عند كل منسوب تأسيس مقترح، الهبوط الكلي المسموح به، التوصيات اللازمة لحماية خرسانة الأساسات وأي منشآت تحت الأرض أو مجاورة، التوصيات اللازمة للحفر والردم بالموقع، التوصيات الخاصة في حالة وجود مشاكل في التربة، التوصيات الخاصة في حالة وجود مياه جوفية وأضطر لنسحها أثناء التنفيذ، أي توصيات أخرى لا علاقة بالتصميم. طبعا بحسب حاجة اسمها قدرة تحمل التربة اللي هي البيرن كاباستي. إيه هي البيرن كاباستي؟ البيرن كاباستي هي أقصى ضغط يمكن أن يضغط به المنشأ على التربة بدون حدوث انهيار للتربة بالقص، يعني بمعنى صح إن التربة دي هتشيل
المبنى اللي جاي عليها واوزان المنشأ اللي جاي عليها ولا لا؟ مش ممكن المبنى يبقى تقيل على التربه والتربه ضعيفه يجي المبنى يغوص في التربه، او ممكن التربه تكون قويه جدا وفي ابليفت من المياه الجوفيه ياخد لي المبنى ويميل بيه. فكل الحاجات دي لازم احسبها. فاذا قدره تحمل التربه المقصود بيها ان التربه تقدر تشيل الاحمال الناتجه من المنشأ بامان. طيب، علم ميكانيكا التربة بيعرف أنه العلم الذي يهتم بخواص وأداء وسلوكيات التربة وتأثير القوى والأحمال عليها. طبعا احنا عندنا عالم التربة اللي هو والد التربة اللي هو العالم ترزاقي، ده أبونا كلنا طبعا، وهو اللي ألف أول كتاب في التربة سنة 1925، وبين فيه تعامل التربة مع الأحمال والمياه، ثم توالت مؤلفات علم ميكانيكا التربة حتى أصبح محل اهتمام الكثير من العلماء والباحثين. عندنا تشكل التربة هنتكلم عليه اللي هي السويل فورميشن. عندي تربة متبقية وتربة منقولة اللي هي ريزيدوال سويل وترانسبورتد سويل. طبعا التربة المتبقية اللي هي قعدت في مكانها وما اتنقلتش. التربة المنقولة طبعا اللي هي اتنقلت عن طريق الرياح والأمطار والفيضانات والسيول. طبعا التربة الطينية أو الرملية، التربة الطينية طبعا دي اللي هتنتقل عن طريق السيول. الزلط والرمل طبعا عمره ما هيتنقل من بالرياح والكلام ده، فعشان كده بقول عليه ايه، تربة متبقية. تركيب التربة اللي هو السويل ستراكشر، في عندي تربة ناعمة الحبيبات، تربة خشن الحبيبات. في مشاكل بتصاحب التربة أثناء التنفيذ، مشاكل ثبات التربة، التربة مش هتثبت اللي هي السويل ستابيليتي بروبلم. زي التربة هيحصل لها انجراف، حركة الميول بتاعت التربة نتيجة الضغط الجانبي. مشاكل هبوط التربة هيحصل لي سيتلمنت، مثل انضغاط التربة مع مرور الزمن والتغير في حجمها نتيجة الإجهادات الرأسية. المشاكل الناتجة من البيئة اللي تعود إلى طبيعة الطقس حيث الأمطار والرياح ودرجات الحرارة والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات. مشاكل تسرب المياه طبعا، ودي أخطر مشكلة، المرتبطة بنفاذية التربة وصورة حركة المياه. المشاكل الناجمة عن أعمال الحفر وما يحدث عنها من انتفاخ أو انكماش أو انهيار للتربة. هندسة الأساسات، عندي الأساسات نوعين، أساسات ضحلة وأساسات عميقة. الأساسات الضحلة أو الأساسات السطحية دي اللي بيبقى التأسيس فيها قريب من سطح الأرض. إمتى بلجأ لها؟ عندما تكون التربة القريبة من سطح الأرض قوية وقادرة على تحمل الأحمال الناتجة عليها بأمان. طب إمتى بلجأ للأساسات العميقة؟ عندما تكون التربة القريبة من سطح الأرض ضعيفة وغير قادرة على تحمل الأحمال الناتجة عليها من المنشأ. طبعا تنقسم الاساسات السطحيه او الضحله الى ست انواع: السبريتد او الايزوليتد فوتنج اللي هي القواعد المنفصله، الكومبايند فوتنج القواعد المشتركه، الاستراب بيم فوتنج الشدادات، الول فوتنج اللي هي قواعد الحوائط، الاستريب فوتنج اللي هي القواعد الشريطيه، واخيرا رافت فاونديشن اللي هي اللبشة. عندي الاساسات العميقه اللي هي الخوازيق، بتنقسم ل الاساسات العميقه اللي هي الديب فاونديشن، تنقسم لثلاث انواع: البايز اللي هي الخوازيق، والبيرلز اللي هي الدعائم او البغال اللي بتبقى في البحار او في الترع اللي هي بتشيل الكباري او في النيل، الكيسنج اللي هي مواسير القيسونات، الاكزندريا جول اللي هي الابار الاسكندراني. انواع الاساسات الضحله طبعا ده بالصور بوضح لك قاعده الحوائط اللي هي الول فوتنج، عباره عن فرشه من الخرسانه العاديه، تعلوها فرشه من الخرسانه مسلحه، يعلوها مين؟ الحائط من الطوب. بعد كده الايزوليتد فوتنج للقواعد المنفصله، عباره عن بي سي اللي هي الفوتنج اللي هي القواعد المنفصله، بلين كونكريت فوتنج، رينفورسد كونكريت فوتنج اللي هي الار سي، تعلوها للعمود. الكومبايند فوتنج ده عباره عن قاعدتين منفصلتين حصل بينهم تداخل ادت الى حدوث هذا الشكل اللي هي الكومبايند فوتنج. دي طبعا الشداد لربط عمود الجار، لما يكون عندي عمود جار ملاصق للجار فمش بقدر اكمل القاعده بشكل طبيعي، فبتبقى على هيئه نص قاعده والعمود في طرفها، فممكن يحصل له انقلاب. عشان ما يحصلش انقلاب نتيجه حمل العمود فبربطه بكاميرا قويه وكبيره وعميقه اللي هي بسميها الاستراب بي. القواعد الشرطيه طبعا دي اللي بنشوفها في اسوار المدارس واسوار الفلل والكلام ده كله، اللي هي عباره عن فرشه من الخرسانه العاديه، تعلوها فرشه من الخرسانه المسلحه، تعلوها مجموعه من الاعمده، بينهم مسافات بقول عليها البايكه او الباكيه ايا كان. طيب الرفت فاونديشن او الليبشة اللي انتم شايفينها عباره عن فرشه من الخرسانه العاديه، تعلوها فرشه من الخرسانه المسلحه طالع منها الاعمده.
الديب فاونديشن اللي هي الصفات العميقة اللي قلنا بتنقسم للخوازيق والكيسن والبيرلز أو الدعائم والآبار الإسكندراني. طبعا ده شكل بيوضح إن المبنى لو صغير ممكن أعمله تأسيس على السوفت كلاي اللي هي التربة الناعمة. المبنى لو كبر وتقل شوية هضطر أعمل له خوازيق، بس لازم أوصل بيها لطبقة الدين الساند اللي هو رمل الكثيف. لو كبر خالص وتقل لازم أعمل خوازيق تصل لمين؟ للستونج روك اللي هي طبقة الصخر. ولو تلاحظ اختلاف قطر وطول الخوازيق في المبنى الكبير عن قطر وطول الخوازيق في المبنى القصير. أشكركم أحبائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.